السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، معاكم مستر حسام الصياد من قناة فلاش التعليمية، افهم وتعلم ببساطة. ازيكم يا أصحابي؟ النهاردة هنبتدي نشرح مع بعض تكنولوجيا المعلومات والاتصالات الاي سي تي للصف الخامس الابتدائي، المنهج الجديد. كل سنة وانتم طيبين. وهنتعرف ايه هو المحتوى بتاع المنهج النهاردة. هنبتدي نشرح النهاردة المنهج الخاص بالمدارس العربي، وهينزل كمان الشرح بتاع مدارس اللغات. وزي ما احنا متعودين يكون معانا الكتاب وقلم، ولو مش معانا الكتاب يكون معانا كشكول نكتب فيه ونذاكر منه. ويلا نبدأ. بسم الله الرحمن الرحيم. طبعا الاي سي تي يا اصحابي هو منهج الحاسب الآلي او تكنولوجيا المعلومات والاتصالات زي ما احنا عارفينه. بيكلمنا عن التطورات اللي حصلت في تكنولوجيا المعلومات والاتصالات زي ما عرفنا السنة اللي فاتت، وهو منهج جميل قوي. اهم حاجة فيه ان احنا نكون فاهمين علشان خاطر نستوعب المنهج، بعدين المعلومات المهمة هتعرفها لوحدك وانت بتحل الاسئلة وتحفظها كمان. فاهم حاجة ان انت تفهم معايا، ولما نيجي نحل اسئلة ان شاء الله هتلاقي نفسك بتحفظ النقط المهمة وانت بتحل اسئلة، لان التكرار بيخلينا نعرف اماكن الاسئلة بتيجي فين، ويخلينا كمان نحفظ الجزئيات المهمة اللي المفروض نكون عارفينها كويس، وبيخلينا كمان نبقى عارفين ازاي نجاوب على الاسئلة بمنتهى السهولة. طبعا هنا بيعرفنا ازاي المنهج ده، مين اللي حطه، وطبعا بيتقدم بالشكر لوزارة التربية والتعليم. الفهرس او المحتوى بتاع المنهج عندنا في محورين السنة دي في الترم ده. المحور الاول دور تكنولوجيا المعلومات والاتصالات في حياتنا، وطبعا ده بيتكون من 8 دروس. الدرس الاول المستكشف النشط، الدرس الثاني الادوات الملحقه بالكمبيوتر، الدرس الثالث الشبكات اللي هي نتوركس، الدرس الرابع ادوات التواصل الرقمي، وبعدين في تقييم على الدروس من 1 لـ4، وبعدين الدرس الخامس مشكلات الاتصال بشبكه الانترنت وكيفيه حلها، الدرس السادس اداره الملفات الرقميه، الدرس السابع استراتيجيات البحث عن المعلومات، والدرس الثامن مشاركة المعلومات، وطبعا في تقييم على الدروس من 5 لـ8، وفي اختبارات هنحلها مع بعض على المحور الاول وبنك الاسئلة كمان. المحور الثاني احتياطيات الامن والسلامة الرقمية، الدرس الاول والمحور الثاني المستكشف النشط، الدرس الثاني حماية ابنائنا ومعلوماتنا، الدرس الثالث سرية كلمة المرور، الدرس الرابع كيفية التعامل مع المواقع الإلكترونية المزيفة، وتقييم على الدروس من 1 لـ4، والدرس الخامس حقوق الملكية الفكرية، الدرس السادس استخدام المصادر الرقمية، الدرس السابع عملية البحث المتقدمة، الدرس الثامن توثيق المعلومات بطريقة صحيحة، وبعدين تقييم على الدروس من 5 لـ8، وهنحل مع بعض اسئله كتير او بعد كده عشان نبقى جاهزين لامتحان نص السنه ان شاء الله. المحور الاول دور تكنولوجيا المعلومات والاتصالات في حياتنا. طبعا السؤال الرئيسي اللي بنجاوب عليه في المحور ده وفي الثمان دروس بتوعه، كيف يمكننا استخدام ادوات التكنولوجيا المعلومات والاتصالات معا حتى عندما نكون في اماكن مختلفه؟ ازاي نستخدم الادوات بتاع التكنولوجيا المعلومات والاتصالات حتى واحنا في اماكن مختلفه؟ هنتعلم في المحور ده انواع شبكات الكمبيوتر، كيفيه الاتصال بين شبكات الكمبيوتر المختلفه، مشكلات اجهزه الكمبيوتر الشائعه وطرق حلها، استخدام ادوات تكنولوجيا المعلومات بفاعليه، واخر حاجة انشاء جداول بيانات الكترونية. الدرس الاول المستكشف النشط، طبعا هنا بيكلمنا في الدرس الاول ده عن عالم من العلماء اسمه فريد هيبرت. فريد هيبرت ده هو عالم ومستكشف، وطبعا شغال وقاعد موجود دايما طول الوقت في ناشنال جيوغرافيك، وهو عالم اثار بيدرس الاثار وبيدون ملاحظاته عنها. فهو بيكلمنا هنا، فكر معانا، ما هي انواع التكنولوجيا التي تم استخدامها في استكشاف الارض؟ ماذا يريد عالم الاثار ان يجد عندما يستكشف؟ دي طبعا اسئله بتحاول تخليك تفكر كده وتخلي مخك شغال. وبعدين بيكلمنا عن فريد هيبرت، هو عالم اثار ومستكشف ويقيم في منظمه ناشونال جيوغرافيك، وبصفته عالم اثار فهو يدرس الماضي من خلال التنقيب، يعني بيحفر ويدور، والملاحظة والكتابة عن الأجسام والمواقع الأثرية. طبعا الراجل ده صورته اهي، وطبعا دي ناشونال جيوغرافيك او اللوجو بتاعهم. الأدوات اللي بيستخدمها فريد هابرت في عمله اليومي، أول حاجة برنامج الوورد علشان يكتب التقارير، وده شكل برنامج الوورد.
تاني حاجة برنامج الجداول الحسابية أو الإكسل في إعداد الرسومات البيانية والتعبير عنها، وده شكل برنامج الإكسل. ثالث حاجة برنامج العروض التقديمية أو الباوربوينت، يستخدمه لعرض نتائج أبحاثه على فريقه لأنه يجعل الشرائح سهلة القراءة ويجعل المعلومات واضحة، وطبعا الباوربوينت أو شكله. وآخر حاجة الرسائل الورقية والبريد الإلكتروني علشان يتواصل بشكل رسمي أكتر، وفي بعض الأوقات يسلم المستندات بنفسه شخصيا، ودي طبعا علامة الإيميل. يبقى أول حاجة هو عالم أثار قاعد في ناشونال جيوغرافيك بيدرس الأثار، وبيستخدم أربع برامج زي ما احنا شايفين قدامنا: الوورد أو الكلمات، الإكسل أو الجداول الحسابية، الباوربوينت أو العروض التقديمية، وطبعا البريد الإلكتروني وساعات أو الرسائل الورقية علشان يسلم المستندات. طبعا هنا بيقول لنا كان العالم فريد هابرت له دور عظيم مع زملائه وطلابه في جميع أنحاء العالم في توجيههم بالتعليم والتدريب والمعرفة في مجالات خبرته الكبيرة، وكان يفضل التواصل مع الناس من خلال المقابلات وجها لوجه. كان بيحب يقابل الناس وجها لوجه، لكن هو بيستكشف وبيروح أماكن كتيرة وبيروح حتت بعيد قوي، فإنه يقابل الناس وجها لوجه دي هيبقى صعب بعد كده. وفي بعض الأوقات يتعذر عليه حضور هذه اللقاءات المباشرة بسبب رحلاته الاستكشافية أو لطول المسافة بينه وبينهم. وفي هذه الحالة كان ينظم اجتماعات افتراضية في مواعيد محددة على منصات مثل زوم اللي احنا كلنا عارفينه وواتساب كمان. البرامج دي بتنزل على الموبايلات كلها دلوقتي وعلى الكمبيوتر كمان، فانت تقدر تعمل بيها اجتماعات افتراضية، تقابل بيها ناس في اماكن مختلفة في حتت مختلفة في العالم، وتكونوا متفقين على نفس الوقت وتتقابلوا كأنكم قاعدين مع بعض في نفس المكان. واكد العالم فريد هيبرت انه من المهم ان يستمر التواصل اما من خلال اللقاءات او الاجتماعات او المكالمات الهاتفية او التواصل عبر البريد الالكتروني او ارسال مستند وورد، مستند مكتوب يعني، يستفيد منه الجميع. طبعا اصبحت مشاركة المعلومات امر اساسي في حياتنا اليومية، وساعدت التكنولوجيا في تيسير هذه المهمة. طبعا هنا المشاركة بتاعت المعلومات دي حاجة مهمة جدا في العصر اللي احنا فيه، يعني انت عايز تبعت حاجة توريها لحد، ملف، صورة، فيديو، كان زمان صعب جدا ان انت تشارك حاجة زي كده مع حد وهو مش معاك في نفس المكان، هتوريها له ازاي؟ لكن دلوقتي انت تقدر تشاركها معاه وهو حتى في اخر الدنيا بعيد عنك خالص، عن طريق ان انت تبعتها له وهو يفتحها ويشوفها في مكانه. فاصبحت المشاركة بتاعت المعلومات امر سهل دلوقتي في حياتنا اليومية، وطبعا اللي سهل الامر ده هي التكنولوجيا الموجودة دلوقتي. فبيقولك هنا نستكشف، قد تحمل التكنولوجيا تحديدات كبيرة في بعض الأحيان، وقد يكون تحديد مواعيد المكالمات أمرا صعبا جدا، ولهذا السبب كان يجب على فريد هيبرت دائما مراعاة العديد من العوامل مثل اختلاف التوقيت بين الدول. في رأيك ما التحديات الأخرى التي تواجهه عند إجراء مكالمة افتراضية عبر الإنترنت؟ كيف يمكنك التغلب على تلك التحديات؟ طبعا موضوع اختلاف التوقيت ده اصحابي انا مش محتاج ان انا اقول لكم، بس انا هعرفكم طبعا، لان المفروض ان انتوا تبقوا شاطرين وعارفين الكلام ده من السنه اللي فاتت. كل دوله في الدنيا ليها توقيت، يعني مثلا مصر بلدنا الحبيبه مصر لو فيها الساعه واحده دلوقتي، ممكن الساعه دلوقتي تبقى في بلد تانية تكون الساعه 2 الظهر، ممكن في بلد ثالثه تكون الساعه 10 بالليل. فكل بلد ليها التوقيت بتاعها، لان مش كلنا عندنا نفس الوقت في نفس اليوم. يعني انت دولتك مثلا اللي انت فيها دلوقتي ممكن يكون فيها الوقت بالنهار، ممكن دولة تانية يكون فيها الوقت بالليل، فده اسمه اختلاف التوقيت بين الدول. فعلشان انا وانت نتقابل على الانترنت ونعمل اجتماع افتراضي، لازم نبقى متفقين الوقت في البلد بتاعتي هيكون الساعة كام وهيساوي الساعة كام في البلد بتاعتك، علشان نعرف نتجمع. وإلا لو قلنا الساعة واحدة فكل واحد يفتح في بلده الكمبيوتر بتاعه أو الموبايل بتاعه الساعة واحدة، هيلاقي نفسه لوحده، مش هيلاقي ناس تانيين موجودة. ليه؟ لأن هم الساعة واحدة بتاعتهم غير الساعة واحدة بتاعته. علشان كده في قنوات التلفزيون الفضائية بيقول لك بتوقيت كذا في القاهرة، بتوقيت كذا في مكة المكرمة، بتوقيت كذا في الإمارات، بتوقيت كذا في الدولة الفلانية. ليه؟ لأن كل دولة بيبقى ليها التوقيت بتاعها.
فعلشان كده لما اجي اقول لك هنعمل اجتماع افتراضي وانت في بلد وانا في بلد، اقول لك التوقيت بتاعي هيكون الساعه كذا والتوقيت عندك هيكون الساعه كذا، فنعرف نتقابل في نفس الوقت. تمام. بيقول لك لو في تحديات تانية بتقابله ممكن تكون ايه وشكلها ايه؟ طبعا ممكن تكون مشكلة مثلا في توفر وصلة الانترنت او خط الانترنت اللي هيخدم كل واحد في البلد اللي هو فيها. ممكن في ناس بقى ما عندهاش انترنت موجود في المكان اللي هم فيه. ممكن حاجات تانية كتير، ممكن يكون ما عندوش الجهاز اللي يقدر يخش بيه على الانترنت، ممكن يكون مش موجود في مكان مناسب ان هو يعمل منه اجتماع وهكذا. دي تحديات كتيرة ممكن تواجه الناس وهي بتعمل الاجتماعات الافتراضية. تعالوا نبص على الأسئلة اللي موجودة عندنا هنا. فهنا بيقول لنا من هو العالم فريد هيبرت؟ طبعا الإجابة هو عالم آثار ومستكشف. السؤال التاني بيقول لك أين يقيم العالم فريد هيبرت؟ طبعا هو بيقيم في منظمة ناشونال جيوغرافيك. السؤال التالت بيقول ما هي الأدوات التي استخدمها العالم فريد هيبرت؟ طبعا زي ما قلنا 4 برامج: برنامج الوورد، برنامج الجداول الحسابية اكسل، برنامج العروض التقديمية باوربوينت، والبريد الالكتروني والرسائل الورقية. السؤال الرابع ما هو دور العالم فريد هيبرت مع زملائه وطلابه؟ طبعا كان بيوجههم بالتعليم والتدريب والمعرفة في مجالات خبرته الكبيرة. السؤال الخامس ماذا كان يفعل العالم هيبرت عند فشل التواصل مع الاخرين وجها لوجه؟ طبعا كان بينظم اجتماعات على منصات مثل زوم او واتساب. والسؤال السادس بيقول ما هو استخدام برنامج الوورد؟ بيستخدم في كتابة التقارير والملاحظات. السؤال السابع ما هو استخدام برنامج اكسل؟ يستخدم في عمل الجداول الحسابية واعداد الرسوم البيانية. واخر سؤال معانا ما هو استخدام برنامج الباوربوينت؟ بيستخدم طبعا في عمل العروض التقديمية. ده كان شرح الدرس الاول في المنهج الجميل الجديد بتاعنا، وكانت مقدمة عن المنهج والمحتوى بتاعه. اتمنى ان انت تكون فهمت درس النهاردة وتاخد بالك من الاسئلة اللي احنا حليناها مع بعض دي، لان هي دي اهم جزء في الدرس. الجزء الاخير ده اهم جزء في الدرس. ان شاء الله هناخد دروس بانتظام مع بعض بحيث ان احنا نخلص المنهج. احنا معانا المنهج كامل هنقدر نشرحه مع بعض ونخلصه قبل ما الترم يخلص ان شاء الله. وما تنسوش تتابعونا على صفحتنا على الفيسبوك والمجموعة بتاعتنا كمان، انا سايب لكم اللينكس بتاعتها في الديسكريبشن او في الوصف اسفل الفيديو. والاهم ان انت تشارك الدرس مع اصحابك علشان الكل يستفيد. وفي الختام استودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.